أخبار اليوم. الكبير الدكتور عمرو عبد السميع، بنرحب بك معنا في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بك. النهاردة حفل توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين، كنا عايزين كلمة من حضرتك بالمناسبة الجميلة. هو الحقيقة هذا الحفل تحول إلى عيد للصحافة المصرية، هو ده عيد الصحافة المصرية لأنه مرتبط بالمهنة، مهوش مرتبط بمجموعات سياسية ولا هوش مرتبط بمؤسسات ذات طبيعة خاصة، وإنما مرتبط بالمهنة مباشرة. وهذا العيد بيتجدد في إحساس الصحفيين المصريين برموزهم وبالمتفوقين منهم، وبيحتفلوا بيهم احتفال أيضا ذو طبيعة مهنية. الراحل مصطفى وعلي أمين قامة كبيرة في الصحافة المصرية، أكيد حضرتك ليك ذكريات معهم أو تعرف عنهم حاجات كتير ممكن تقولنا عليها؟ أنا كل اللي بيني وبينهم هو مجموعة من الأحاديث الصحفية عملتها ونشرتها في حينها، بعضها بيتعلق بسياسة، بعضها بيتعلق بأمور صحفية، لكن ما كانش فيها علاقة شخصية يعني. يمكن ربما أن والدي اشتغل معهم في وقت من الأوقات لمدة قصيرة صحيح، لكن لوقت من الأوقات، وكان بيصدر باسمه ملحق من جريدة الأخبار اسمه أخبار الكاريكاتير. قصة أخبار اليوم بتمثل لحضرتك أو حضرتك شايفها من يعني في منظور الصحافة من أي شكل؟ أنا ما أعرفش غير مدرستين للصحافة في مصر، أخبار اليوم نمرة واحد وروزا اليوسف نمرة اثنين، وفيما خلا هذا فالموجود كله لا علاقة له بمنهج معين أو طريقة معينة أو أسلوب أو مدرسة أو أي شيء. شكرا يا فندم، سعداء بوجود حضرتك. أهلا وسهلا بك.